جزء من الوطن برضه. وعلى فكره الانتخابات كل اللي اتكلم في الانتخابات وقال السيد اللواء عبد الوهاب وزير الثقافه، السيد اللواء ما طلعش القصه معاته وهو عبر عنها بشكل جميل جدا. احنا مش بنتكلم في الانتخابات ولا نتائج الانتخابات لان دي ما تعنيناش، احنا بتعنينا ازاي الانسان بيبقى عنده اخلاص لانه يقدر يحدد الشخصيه اللي هيقدر يقف معاها. في ديمقراطيه موجوده في البلد، لكن احنا لحد النهارده شباب مش فاهمين يعني ايه ديمقراطيه. الديمقراطيه بتقول بشكل عام ان كل واحد له الحق في النزول، وكل واحد له الحق في ان يرشح نفسه، لكن اليه الترشيح وقدراته هو على هذا المكان اللي هيتولاه هي اللي عايزه كلام. فما يصحش ان انا كراجل نجار ما ينفعش اشتغل حداد، يعني ما انا شفت الحداد شغال وبيكسب اروح اسيب مهنته واشتغل حداد عشان يكسب زيه؟ ما ينفعش. كل ربنا سبحانه وتعالى دي مواهب من الله سبحانه وتعالى اعطاها لعباده، ولو فعلا كل واحد في مهنته وفي شغله وفي اسلوبه وفي عمله الاجتماعي وتربى تربيه اجتماعيه جيده اتخلق في من الجمعيات لتنميه المجتمع بيبقى فيها 15 واحد مترشح او 15 عضو، انا اكيد واثق ان حوالي 5 6 من ال 15 هم اللي شغالين. الخمسه السته اللي شغالين لازم في المراحل القادمه يجيبوا معاهم 5 شباب نشطين يقدروا يتعلموا من الجيل اللي قبليه، وبهكذا يبقى في تواصل ونحب شغلنا اللي احنا بنشتغله، لان كل واحد بيحب شغله اكيد هينجح فيه واكيد هيصل اللي هو عايزه. صحيح بيبقى في طموح للوصول الى مناصب اعلى، لكن مش لمجرد المنصب، لا، عشان ازود خدمتي وازود قدرتي على العمل وازود المساحه اللي انا بستطيع ان انا ادي فيها خدمات. كل سنه وانتم طيبين. مطلوب مننا جميعا، اسمحوا لي نقول بقياده السيد اللواء عبد الوهاب ابو زيد، انه ينشئ مجموعات عمل وتبقى في محاضرات ازاي نفهم الناس يعني ايه المجتمع المدني، يعني ايه الخدمه العامه، يعني ايه مصر، يعني ايه سياسه، يعني ايه ديمقراطيه، يعني ايه اقتصاد جيد نرتكز عليه، يعني ايه نحب كلنا مصر كلها. انا واثق ان احنا ان شاء الله في المرحله القادمه هيبقى في تقدم مش للنوبيين بس، ده لكل ابناء محافظه اسوان. واحنا كنوبيين نعتز بنوبيتنا، بس لازم في نفس الوقت نعترف بالاخر اللي عايش معانا، ولازم نعترف ايضا ان احنا جزء من نسيج هذا الوطن. ومش معنى ان احنا نوبيين يعني احنا خلاص فوق البشر، لا 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 لا، ده احنا جزء من هذا النسيج. مصر منذ الازل زي ما قال اخونا عامر، يعني مصر مليئه على يعني ربنا حباها بكثير من الخير وخصصها كمان لحاجات كتيره، ملتقى الانبياء، النيل العظيم، حاجات كتيره طبعا موجوده في مصر، فيجب كلنا ان احنا نحافظ عليها، وكمان يجب نحافظ على قيادتنا وما نقللش من قيمتهم، نساعدهم ونقف معاهم ونوصلهم ان شاء الله الى الخير، وفي نفس الوقت نجيب جيل جديد يستمر معاهم ويواصل الاجيال، لان النهارده احنا معاكم بكره مش معاكم، هيجي جيل اخر يتولى هذه المسؤوليه. كل سنه وانتم طيبين، وبنشكر المنتدى وبنشكر كل الحاضرين وبنشكر غرب السيل، وبشكر تحديدا ابناء غرب السيل، وبقول لكم اعتبروا ده عيد قومي ليكم جميعا، لان انا واحد من الناس حاسس بغرب السيل قوي، ولاول مره او يعني بلاش نقول لاول مره، انا شايف التكاتف الكبير العظيم الموجود في غرب السيل يستمر ان شاء الله، وربنا يوفقكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. نختتم لقائنا بكلمه الحاج النور بوضع عضو مجلس محل محافظه وابن قريه غرب سهيل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحقيقه يعني غرب سهيل طول عمره وعلى مدى يمكن اكثر من 40 عام دائما وابدا كانت قريه تجمع الشتات وتجمع الشمل على مستوى النوبه وعلى غير مستوى النوبة في مدينة أسوان. وفي الفترات الأخيرة يمكن حصل نوع من الخلل نتيجة إن القيادة التي نرتكز حولها ما كانتش موجودة، يمكن حصل نوع من الشتات ونوع من الفصل بين القاعدة والقمة بتاعتنا. فإحنا يعني بنحمد ربنا إن سيادة اللواء عبد الوهاب أبو زيد بعدما خدم طيلة حياته في الشرطة وكان خدمته مشرف لجميع أبناء النوبة وأبناء محافظة أسوان كافة، لأنه خدم في محافظات الصعيد ونال احترام
وتفضيل أبناء هذه المحافظات. فبعد ما خلص خدمته في الميري ها هو يتبوأ عشان يخدم الناس وأهله في هذه المحافظة. وإحنا بنعتبر نتيجة الانتخابات اللي حصلت دي حاجة عادية خالص، والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. إذا كان في خلاف معايا ولا مع أي حد تاني انتهينا صفحة طوط، فمش هتمشي معانا إلى النهاية. إحنا بوجود الأخ عبد الوهاب إن شاء الله نتعشم في كل خير، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره وأن يمنحه الصحة والعافية عشان يجمع الشتات تاني ويهيئ لينا ما نبغيه في هذه المحافظة أو في مدينة أسوان الزاد. كافة الطوائف هو نال يمكن رضاهم والقبول عند كافة الطوائف الموجودة في أسوان، وهذا تجسد برضو في النتيجة وفي الحب اللي احنا شايفينه. واحنا كأبناء أرض سوريا زي ما قلت في كلمتي في بداية اللقاء، كنا عايزين نحتفل بيه بعد ما خلص الخدمة وجانا كان يخدم في الحياة المدنية. غالبية الشباب طرحوا هذا الفكر وقالوا ما نبقاش احنا لوحدنا، ونوجه الدعوة لكافة أبناء المحافظات وكافة الانتماءات الموجودة في مدينة ومركز أسوان. ويمكن حضرتك شفت هذا الجمع الكريم، ولولا يمكن ظروف المناخ البرد القعدة دي كانت هتطول وهتطول، والمتحدثين كانوا هيبقوا كتار. وكما سبقني الأخ عبد السليم، فأنا أناشده وأطلب منه إن هو يهيئ نفسه كتدابير للعائلة الأسوانية عامة، على أساس إن احنا يعني نحدد مسار من الآن لما هو نحن مقدمون عليه على المدى البعيد، انتخابات مجالس المحلية وتجديد النصف لمجلس الشورى بإذن الله. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير لقرانا ولأهلنا ولأسوانا.